بدأ تسريب صور لغواصات تركية من موقع سطن، واعتبرها الناشر السرية ليتأكد أن هناك مشروعا لتطوير طراز 214، حيث تظهر الغواصات دائما مغطاة. المخابرات وصلت إلى هذه الصور، وهذا أمر تاريخي حسب المسرب. وتكييف سفن تجارية إلى عسكرية قد يكون واردا طبقا للتقرير ما قبل الأخير للدي آي إي استخبارات البنتاغون. وطراز بيريراس، طراز 214 الألماني بنظام الإطلاق العمودي بي آن ميدلاس، سيكون فعالا لأن هذه الغواصات لها بصمة صوتية، بصمة سونار، ولم تخش تركيا في انتشارها في مقابل الـ AFSN-P3B أوريون، الطائرة التجسسية للناتو. ومعلوم أن ميدلاس النظام الجديد سيكون محمولا في حدود 20 قدما. إنها نسخة تركية من كاليبر الروسي طراز كي أو كلاب كي أو سي كي، أيا كان هذا الاصطلاح، لأن السي بمعنى كلاب، هناك من يعطي طراز بمعنى كلاب طراز كي. وستكون الحمولة داخل السفن التجارية، ويمكن استغلالها عسكريا بشكل حرفي وتكتيكي عال لنقل السلاح إلى مواقع الهجوم وعن طريق السفن المدنية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لم يعد أمر تحديث الغواصات التركية صادما، أما بالنسبة للمخابرات الغربية فيتراقب وتسرب الصور التي تؤكد أن حديث الغواصات التركية لم يعد كالسابق، وأن التطويرات بالنسبة لهذه الغواصات 214 من أصل ألماني، هذا النظام كله يجدد بشكل كامل، ليس فقط أمام الصواريخ والشحنات فقط، أي الكاليبر من الكاليبر سي. وهذا الوضع وضع متقدم بالنسبة للكثيرين. أما إن كان وضع الإطلاق الفعال الرأسي أو العمودي بالنسبة لهذه الصواريخ وانطلاقا من الغواصات، فقد قفزت تركيا إلى منطقة غير مسبوقة في الشرق الأوسط. هذا الأمر غير مخول للإسرائيليين على وجه التحديد، هم الأكثر تقدما في المنطقة. لكن عندما ننظر إلى ساعر وإلى جميع الطرس، انظروا جيدا إلى إسرائيل، لديها كل الغواصات ألمانية، والأتراك لديهم نفس الأمر، والتطويرات الإسرائيلية على بلاتفورم أو على الأقل على أرضية ألمانية، نفس الأمر بالنسبة لأنقرة. لذلك فأنقرة وتل أبيب تتنافسان في هذا الوضع على وجه التحديد، وضع الغواصات على طرازات متقدمة، ليس بشأن الصواريخ والإطلاقات وحسب، وإنما أيضا بالنسبة على الأقل للإسرائيلي، فهو لا يتجاوز الخط الموضوع له من طرف الأمريكيين. بالنسبة للأتراك، ومنذ الأس 400 تجاوزوا الخطوط الحمر أو الخطوط الحمراء الأمريكية، وأصبح واضحا أن إمكانية التعاطي مع غواصات متقدمة على الطرز الروسية حالة ممكنة. وهنا لا بد من التأكيد على أن تسريب الصور هذا يخدم بشكل أكبر قدرات مضافة. إذن لدى تركيا على وجه التحديد تقنيات متعددة ومن مدارس متعددة، هذه زاوية. لكن أغلب الأحيان نجد أن هناك بناء مدرسة كالحالة الإيرانية تماما، إذ هي مطلعة في بعض الأحيان على بعض النسخ مثلا لتقنيات غربية ولتكنولوجيا غربية قابلة أن تكون كابيز باتجاهها أو نسخ باتجاهها صينية. إذن أمامنا هذا التصور بأن إمكانية وجود بعض القطع على العموم من خارج
المنظومة. هذا أمر وارد وهذا أمر طبيعي، ولو بالنسبة للسلاح الروسي اليوم الذي يستقل رويدا رويدا عن المدرسة الغربية في بعض التقنيات. إذا اللجوء إلى الصين مثلا هي مدرسة النسخ، إذا والتطوير، نسخ وتطوير، إذ أن كل منسوخ كان سابقا كان يدوم. الآن العمر الافتراضي لأي منسوخ أو نسخة صينية عن الغرب لا يتجاوز في العمر التقني 3 أشهر فقط. الأمر لا يتعلق إلا بثلاثة، ثم نجد مباشرة بعدها الصيني الذي يطور من الأرضية السابقة بعد إنتاجها وتطويرها. إذا أمامنا المدرسة الصينية، وأمامنا المدرسة التي تعتمد على بعض القطع الصينية التي هي مجرد كابيز أو نسخ من أمريكا أو من غيرها. وهناك التجاوز الأساسي، صناعة منالات قائمة صناعية بالنسبة لبعض الغواصات أو غيرها، وهذا أمر آخر. لهذا فصناعة درون مثلا بسحب تقنيات ما ووضع تقنيات أخرى بدائل لها هذا أمر متوقع، لكن أمام غواصة أو غيرها هذا شيء آخر. إذن إعادة تقدير الوضع إلى أبعد حد بالنسبة للغواصات التركية، فأولا هي منافسة قوية لإسرائيل وتحاول عزلها، ثانيا أنها تستفيد من التقنية الروسية وتحاول تجاوزها خصوصا بالنسبة للكاليبر البحري. وأهم من ذا وذاك فإن مواجهة مباشرة مع الطائرات الموجهة، طائرات التجسس للناتو، لأن ما ثبت في حرب أوكرانيا أن طاقة التجسس المستخدمة من طرف على الأقل الأمريكيين كانت مرتفعة للغاية. ولهذا فالواجب بالنسبة لأي جيش أن يفكر مرتين في أن أي حرب الآن لن يستطيع أن يربحها أبدا من كانت لديه أسلحة أمريكية، والطرف الآخر أو في المقلب الآخر هناك من يستخدم التقنية الأمريكية. لهذا فالأمر هنا الارتكاز على المزيد من التجسس البحري، وهذا أساسي، المعلومة أساسية، تحليل المعلومة أكثر من أساسي، وليس الاعتماد على جوانب القوة حصرا. إذن أمامنا هذا التصور الأول الذي يرتكز عليه أيضا التركي. فالتركي عندما علم بالتسريب كان واضحا أن لديه ما بعد ذلك، يعني أن المسألة لا تتعلق إلا برسالة للجوار، وفي آخر المطاف سنجد أن هناك اعتبار آخر موجه إلى المزيد من التقنية. أليست هذه التقنية الموجودة؟ يعني أن منسوب التقنية ب10% هو المكشوف، وأن 90% لا يمكن كشفها أمام مشروع سري. فعندما يكون الوضع سريا فعلى الأقل هناك تأكيد اليوم أن هناك غواصات وفي أحواض مائية هي الآن تطور، لديها ميدلاس، أي محاولة الإطلاق الصاروخي من داخل الغواصة وبطريقة عمودية. وميدلاس اليوم هو الشيء الذي يجب تجريبه. إذن بالنسبة للغواصات لديها أكثر من سبب. أولا خفض البصمة عموما، أي بصمة رادارية من أي نوع، أي الصوتية والسونورية وكل ما يتعلق بالاستشعار، مثل هذا الوضع غير قابل للاختراق. إذن أمامنا تكنولوجيا متقدمة على العموم، مخيفة بالنسبة على الأقل للجيران اليونانيين، وسنجد اليوم 214 أو هذا الطراز سيكون قريبا في بحر إيجا، وهذا يعني الكثير، لأن التأهيل الحالي للغواصات هو تأهيل شامل وليس لنظام واحد وإنما لعدة أنظمة أو لعديد من الأنظمة، وهكذا يمكن
يمكن تصور ما يجري. إذن الملاحظة الأساسية الأولى، هناك أساسا محاولة لخفض البصمة الرادارية لدى الغواصات التركية، وهذا شيء هام للغاية، وهذا رهان يمكن تجديده وتطويره في آن. المسألة الثانية أن المشاريع التكنولوجية بالنسبة لإطلاق الصاروخ من قلب الغواصات بالكاليبر عموما وبآخر طراز من الكاليبر، هذا يعني الكثير أمام المزاوجة ما بين التقنية الألمانية والصواريخ الروسية على أقل تقدير، أمام ما نجده من صواريخ تركيا، وأيضا بالنسبة لطرز الغواصات الذي حور وحول إلى أبعد حد، فأصبح هناك مجرد هيكل ألماني ومحسوب على الألمان، وهناك تجاوز في الحرب الإلكترونية إلى أبعد حد. المسألة الثالثة، إدخال الغواصات في الحرب الإلكترونية لأسلسان وهذه المنظومات التي أصبحت أيضا تحت مائية، فاليوم ليست فقط جوية ولا أرضية، إنما وليست أيضا بحرية، مع تي بي 3 أو البيرقدار تي بي 3 كما في حالة الدرونات أو درونات أخرى بحرية، إنما اليوم تحت المياه وعن طريق الغواصات. وهذا إدراك من الجميع أن منظومة أسلسان الإلكترونية للحرب الإلكترونية الخاصة بتركيا اليوم دخلت في كل القطاعات بدون استثناء، أي قطاع بالنسبة للاستخدام العسكري سنجد أن فيه أسلسان، وهذا سيكثف مما سمي بحالة الانسجام، حالة الانسجام الشديد الذي يمكن اليوم توقعه، إذ حاليا يمكن العمل بأسلسان من الجو ومن الأرض ومن البحر وما تحت المياه دفعة واحدة. الحرب الإلكترونية فازت في تركيا، نجحت تركيا، وأيضا الحرب الإلكترونية بمنظومتها عبر جميع الأسلحة التي لديها، خصوصا بعد وصولها إلى الغواصات، فإن الحرب الإلكترونية ومنظومتها التي يشهد الجميع باستقلاليتها وأدائها العالي، اليوم هناك دخول للغواصات، دخول هذه الحرب إلى الغواصات وتأهيل الغواصات التي لدى تركيا من أجل الحرب الإلكترونية، مما يجعل هذا الجيش جيش أسلسان جيل الحرب الإلكترونية القادمة، فهو سيركز عليها في جميع القطاعات، وهذا سيكون له أثر بين وغير مسبوق إلى أبعد حد. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.